يبدو أننا كننظر في الأفق فيما بين إسرائيل وسوريا، وتصعيد قد يبدو، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قال أنه لا يريد التصعيد مع سوريا، وذلك بعد إسقاط دمشق لطائرة إسرائيلية من طراز F-16. الاحتلال حذر طهران ودمشق ما أسماه باللعب بالنار مع تل أبيب، وأكد أنه على استعداد لكل الاحتمالات بعد التصعيد الأخير. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب طلبت تدخل موسكو لمنع التصعيد في الشمال مع سوريا. إذن مباشرة الجولان المحتلة، وتبدو في هذه اللحظات أنها هادئة، وذلك بعد التوتر الحاصل بعد إسقاط دمشق لطائرة إسرائيلية من طراز F-16. الجيش الإسرائيلي قال أن هناك طائرة هليكوبتر مقاتلة اعترضت أيضا طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وتسللت إلى إسرائيل، حيث قال أيضا الاحتلال إن أنظمة الدفاع الجوي للطائرة في مرحلة مبكرة وقد كانت تحت المراقبة وتم اعتراضها. أيضا الغارات الجوية الإسرائيلية التي حدثت في الشمال السوري جوبهت بصواريخ مضادة من النظام السوري للطائرات، الأمر الذي أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في الساعات الأخيرة وخاصة في مناطق الشمال بما في ذلك الجولان السوري المحتل الذي يبدو الآن هادئا، وشمال إسرائيل الآن حيث الهدوء الذي يخيم على المنطقة بعد هذا التوتر أو التصعيد منذ ساعات قليلة. الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه سيعمل ضد أي محاولة هجوم إيرانية سورية قد تبدو في الأفق، وأيضا قال أنه على أتم الاستعدادات لمختلف ما يتم من سيناريوهات. وقال المتحدث أيضا باسم جيش الاحتلال أن إيران وسوريا تلعبان بالنار بارتكابهما كما سماه الأعمال العدائية ضده. إذن الاحتلال الإسرائيلي كما قال أنه لا يريد التصعيد مع سوريا، وفي نفس الوقت أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية طلبت تدخل موسكو الحليف المعروف للجانب السوري لكي تمنع التصعيد الحاصل ضد الأجواء السورية، أو لأنه طبعا أنظمة الدفاع الجوية السورية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد من جانب الطيران الإسرائيلي. الجيش السوري إذن تصدى لهذا الهجوم الإسرائيلي كما يبدو هنا بقايا للطائرة التي سقطت من خلال أنظمة الدفاع السورية التي دائما ما تتحدث حول أن هناك توترات حاصلة في هذه المنطقة. وبعد إسقاط الجيش السوري للطائرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أعلنت إسرائيل أنها تغلق المجال الجوي أمام الطيران بشكل كامل في منطقة الشمال كما نراها التي تبدو في هذه اللحظات مباشرة. وفي أحدث رد فعل عقب هذه التطورات في سوريا، رئيس الوزراء الإسرائيلي من جانبه بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية مع كافة الأجهزة الأمنية في جيش الاحتلال، وبحسب وسائل الإعلام فإن نتنياهو أجاز للجيش الإسرائيلي أن ينفذ هجمات جوية كما قال على أهداف بداخل سوريا بحسب الحاجة. وطبعا الحاجة هنا عندما يقولها الاحتلال الإسرائيلي تأتي من خلال التوتر أو التصعيد، لأن التصعيد قد يبدو هنا في الأفق أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن هناك أيضا محاولات في هذه اللحظات لكي يتم التهدئة من خلال طلب تل أبيب وقادتها من الحليف الروسي لسوريا بأن تتدخل موسكو لكي تمنع التصعيد مع الجانب السوري الذي بالضرورة هو يدافع عن مناطقه ويدافع عن أراضيه،
وخاصة في مناطق الشمال بما في ذلك الجولان السوري المحتل، الجليل الغربي أيضا هناك تبدو توترات في منطقة حيفا وفي منطقة عكا. والكابينيت الإسرائيلي وهو مسؤول في أجهزة الأمن المختلفة، ضم أجهزة الأمن المختلفة، سوف يجتمع غدا الأحد فيما يبدو، وهذا يعني أن هناك تراجعا إلى أي حد ما كما يقول مراقبون عن أي قرار للحرب، لأن هناك من قال إن ما يحدث حاليا من توترات فيما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجانب السوري قد تبدو أنها نذر حرب متوقعة، ولكن كما يقال عندما يجتمع الكابينيت الإسرائيلي غدا وهو المسؤول عن الناحية الأمنية يبدو أن هذا يعتبر تراجعا إلى حد كبير عن أي قرارات للحرب قد تستدعي التدخل، لا سيما بعد أن تم في الأفق التواصل الأمريكي الإسرائيلي، التواصل الإسرائيلي الروسي أيضا الذي أبدت موسكو حقيقة رغبة في عدم التصعيد، حيث قالت القناة العشيرة الإسرائيلية أن تل أبيب أوصلت رسالة إلى واشنطن والجانب الروسي مفادوها أنهم يمكن أن يتم وقف هذا التدهور والتصعيد الحاصل هنا كما نرى في شمال إسرائيل بعد هذا التوتر. هنا يعني سيارات الدفاع المدني وهي تتواجد في شمال إسرائيل تحسبا لأي نزر في الأفق أو أي تصعيد قد يحدث. المضادات الجوية السورية صباح اليوم كما نعلم تمكنت من إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-16 في عملية كانت تقوم بها داخل الأراضي السورية. طبعا دائما الطائرات الإسرائيلية تحاول أن تخترق الأراضي السورية، لكن هنا سقطت هذه الطائرة وهنا بقايا للطائرة المحطمة، يقال أن الطيارين قفزا بالمظلات وتم نقلهما إلى المستشفيات لتلقي العلاج، أحدهما فيما يبدو أنه يعاني من جروح خطرة وأيضا حالة حرجة جدا بحسب الأنباء الطبية. وهنا طائرات الإسعاف وهي تتواجد مع المختصين بوسائل الدفاع المدني الإسرائيلي يعني تحسبا فيما يبدو وكما هو معروف أيضا في أي تصعيد لأي نذر قد تحدث. الجيش الإسرائيلي في جانبه قال أنه أسقط طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا، وأنه في نفس الوقت أيضا ضرب أنظمة تحكم إيرانية في سوريا.